Hallo Leute, wie geht's euch? Heute sprechen wir über das deutsche Alphabet. Lasst uns lernen. A, B, C, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A Umlaut, A وعليها نقطتين، تنطق أملاوت، A أملاوت، تنطق A، O أملاوت، تنطق أ، أ، U أملاوت، تنطق أ، أ، S Z، S Z. إحنا خلاص خلصنا الحروف وعرفناها. نيجي ازاي نقرأ في الحروف لو جت متركبة مع بعض في اللغة الألمانية، زي حرف ال A E A E، لو جم ورا بعض ينطق I I، زي verb sein sein، heißen heißen، arbeiten arbeiten، leise leise، reise Reise، Zeitung، Zeitung. طيب لو عكسنا الحروف دي مع بعض بقى حرف الـ E، A، E، A، ينطق لانج فوكال E، E، زي spielen، spielen، feel، feel، V، V، here، here. Lieben, lieben, studieren, studieren, Zwiebel, Zwiebel. نيجي لنطق حرف ال A، O، A، O، ينطق أو، أو، زي إيه؟ زي أوخ، أوخ، أوف، أوف، أوس. aus staub staub sauer sauer kaufen kaufen augen augen laufen laufen طيب نيجي لحرف ال A و لو حطينا عليه أملاوت هو هو نفس النطق بتاع حرف ال A U A U ينطق أي أي زي دويتش دويتش لويت 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 هويت هويت أيغو أيغو بويم حرف اللي تسيكا لو جم ورا بعض تنطق كا كا زي دوكن دوكن زوكن زوكن شمكن شمكن بكن بكن شنكن حرف اللي تست سيها لو جم ورا بعض تنطق ش ش زي شول شول أغابش أغابش Schwester, Schwester, schlafen, schlafen, Deutschland, Deutschland, tauschen, tauschen, Schokolade, Schokolade. حرف لتسي ها اس لو جم ورا بعض تنطق اكس زي wachsen, wachsen. Sechs, sechs.
فيكسل فيكسل. نيجي بعد كده الحرف الاس بي، والاس بي لو جه ورا بعض تنطق شب شب، زي شبورت شبورت، شبيلن شبيلن، شبايزكارته شبايزكارته، شبيجل شبيجل، شبريشن شبريشن. حرف الاس تي لو جوه ورا بعض تنطق شت شت، زي شتت شتت، شتفت شتفت، شتوب شتوب، شتول شتول، شتلن شتلن. نيجي بعد كده الحرف اللي تسيها، اللي تسيها لو جه قبلها حرف آ أو أو يتنطق خ خ، زي أوخ أوخ، مخن مخن، كخن كخن، بوخ بوخ، شخشبيلن شخشبيلن. حرف اللي تسيها لو جمع اي حرف تاني غير الاو آ او تنطق شه شه مخففة، شين مخففة، اللي هي كده بيبقى اللسان جوه عامل زي الكوبري والهواء بيطلع من تحت اللسان، زي اش اش، متشن متشن، مشتن مشتن، هاتسلش سلش، شليسن شليسن، شلستلش شلستلش. نقسمها شلس لش شليسلش شليسلش. حرف الكو او لو جم ورا بعض تنطق كذ كذ، زي كفادا كفادا كفادا، بجذيم بجذيم، كفاتش كفاتش. حرف التي تي تي دي تي تي ها لو جم ورا بعض تنطق تي تي، زي شتت شتت، تياتا تياتا، تيما تيما، توماس توماس، شغت شغت. نيجي الحرف الها، حرف الها في معظم الكلمات في اللغة الألمانية ما بينطقش، بيكون سايلنت، في حالة لو جه قبليه حرف من حروف الفوكال اللي هما آ اي اي او او بينطق لانج فوكال للحرف ده، زي بتسالن بتسالن، مالن مالن، جين جين، شتين شتين، زين زين، اينن اينن، اير اير، اون اون، زون زون، او او. نيجي للحرف اللي بعد كده، حرف الاي جي، الاي جي تنطق اش اودا اج، يا اما اش يا اما اج، والاتنين صح، زي سفانسش سفانسش، اودا سفانسج سفانسج، غشتش غشتش، اودا غشتج غشتج، كونش كونش، هونش هونش، شتندش شتندش. نيجي لحرف التي اي او ان لو جم ورا بعض تنطق تيون تيون، زي انفورماتيون انفورماتيون، لكتيون لكتيون، فونكتيون فونكتيون، اكتيون
اكسيون. نيجي الفرق ما بين حرف الآ والآ أوملاوت. حرف الآ زي أبفل أبند. طيب لو جينا حطينا عليه أوملاوت هيختلف في النطق زي أبفل أبفل، جبك جبك، كيزة كيزة، زفت زفت، متشن متشن، منتل منتل. نيجي للفرق ما بين حرف الاو والاو املاوت. حرف الاو كينو كينو، مطوع مطوع، اوبست اوبست، اوبا اوبا، اوما اوما، شون شون. طيب نيجي بقى للأوملاوت. الأو أوملاوت تنطق ازاي؟ فيرتا فيرتا، أو فيرتا، هورن هورن، دونا دونا، موغن موغن، شون شونن آبند، دانكي شون بيتا شون شون. الفرق ما بين شون 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 شون. نيجي بعد كده للفرق ما بين حرف الاو والاو املاوت. حرف الاو زي هوند هوند، بوخ بوخ، كوخن كوخن، بلوت بلوت، دروكن دروكن. حرف الاو املاوت عشان تعرف تنطقه صح هقول لكم على الطريقه. حط حرف اي انجلش زائد يو هتبقى ايو، اخطفها وقولها بسرعه هتبقى ايو ايو، زي شتوك شتوك، ارد نوس ارد نوس، شتوله شتوله، اوبونج اوبونج. فخدنا بالنا من كلمة دقوقن اللي انا قلتها. تعال حط الحرف الاو كده املاوت هتلاقي المعنى اختلف والنطق اختلف. دقوقن 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 دقوقن، المعنى اختلف تماما مجرد ما حطيت املاوت. فناخد بالنا. نيجي لحرف الاس. حرف الاس لو جه بعديه فوكال بتنطق زد، زي ايه؟ زي زيكوندن زيكوندن، زون زون، غايزة غايزة، فازة فازة، زفت زفت، جزوند جزوند. نيجي بعد كده الحرف الاس تست. حرف الاس تست احنا ممكن نعوض عنه بدوبل اس زي فرجسن فرجسن، لسن لسن، اسن اسن، شليسن شليسن، هايسن هايسن، حسن حسن. واخيرا نيجي لحرف الار. حرف الار ده عامل مشكله لناس كتير لانه مش عارفين امتى تنطق ار وامتى تنطق اغ. فاحنا هنحط قاعده نمشي عليها ولو مشيتوا عليها الموضوع هيبقى سهل جدا ومفيش كلمه هتضايقكم بعد كده. يلا بينا. حرف الار لو جه قبل فوكال ما ننطقهوش او ننطقه ار خفيفه جدا تكاد تكون لا تنطق، زي فير فير، زير زير، اير اير، فير فير، كندا كندا، فينستا فينستا، ناتور ناتور، لرنن لرنن، أربايتن أربايتن، مورغن مورغن مورغن.
اكيد مش هنقولها زي احمد زكي في الفيلم بتاع النمر الاسود لما كان بيقول جوتي مورجن ناين داس است فالش، اسمها جوتي مورجن جوتي مورجن. نيجي بعد كده الحرف الار، انت ننطقه اغ. لو جه بعديه فوكال، لو جه بعد حرف الار فوكال تنطق اغ، زي غروس غروس، غايزه غايزه، ريبوبليك ريبوبليك، ليغا ليغا. وهنا حرف الار كلمه واحده اتجمع فيها حرف الار قبليه فوكال وبعديه فوكال، فتنطق ليغا ليغا. فراو اودا فراو، الاثنين صح. تراجن تراجن، فرويند فرويند. هورن هورن، تريفن تريفن. ترينكن ترينكن. شرايبن شرايبن. براوخن براوخن. وبكده تكون حلقتنا خلصت. استنوني فيديو جديد في سلسلة تعلم اللغة الألمانية مع سهام. تشوز.